الصراحه شويه ديال الخلعه، لان هذه غادي تكون واحده من التجربات الصعابين ولا من الحوايج اللي كنتسناهم مده طويله. الصراحه فيها شويه الخلعه. هضنا ان شاء الله غادي نشد الطريق نمشي لبيكي العاصمه غدا ان شاء الله الصباح، خصني نوض بكري عندي الانترفيو على الفيزا ديال الامريكان. سو فيها شويه الخلعه، عندي الطياره من دابا واحد 30 دقيقه ان شاء الله. الفيديو ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم التجربه ديالي كامله كيفاش غادي نمشي، وان شاء الله الا سهل الله وخديت الفيزا راه غادي نقول لكم داكشي اللي كاين. وايضا الا ما خديتش الفيزا راه ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كاع داكشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله اننا ناخذ الفيزا لان كنتسنى هذه الفرصه شحال. نتمنى من الله. خليكم في الفيديو، ما تنساوناش بلايك سبسكرايب، لان الدعم ديالكم هو اللي كيخليني نستمر في هذه القناه. اول حاجه غادي نديرها نشوف شحال بعيد عليا لومباساد ديال امريكا، بعيداش عليا بزاف، وانا هنايا غدا غادي نكون ان شاء الله. نتمنى من الله تيسر الامور، لومباساد ديال امريكا كبيره بزاف، ان شاء الله تيسر الامور باذن الله. صباح الخير عليكم، يلا يلا فقط السبعة الصباح هادي انا هبط نفطر ان شاء الله، ومن بعد نشد طريقي لومباساد ان شاء الله. كاين البرد بزاف ما كنقدرش نخرج يدي. واخيرا ساليت من هذا الانترفيو اللي كان طويل بزاف وكان صراحه العذاب الالم، لانني تسنيت بزاف وصراحه تكرفت شي شويه، وفي الاخير ما عطاونيش الفيزا والحمد لله خديت الرفض. ها هي الوريقه عطاوها ليا، ترفضت لي الفيزا اسباب بزاف، وصراحه من الاسباب نيرفيت شي شويه واخا كنت موجد كان عندي الوراق كان عندي كلشي، ولكن الصراحه في الاخير الحمد لله ما تقبلاتش، ولكن ماشي نهايه العالم، باقي ان شاء الله غادي نبريباريو مزيان وغادي ندفع مره اخرى ان شاء الله. هذه هي الورقه ديال الرفض، هنا بالصينيه وهنا بالانجلي كيشرحوا لك علاش ترفضتي. القانون هو 212 بي، هذا هو القانون اللي كيرفضوا به جميع التاشيرات ديال امريكا، ما كيكونش شي سبب محدد، المهم كيعطيوك هذه الوريقه هذه. رغم انني كنت موجد مزيان والوثائق عندي، عندي الطياره عندي كلشي، وانا كنت دافع البيزنس فيزا وكان عندي الكونفرنس اللي غادي نمشي ليه، كان عندي كلشي واجد، لكن ما سولني حتى على ورقه، ما شاف حتى حاجه، شاف غير الباسبور الجديد والباسبور القديم طلبوا لي بغى يشوف الفيزات اللي فيه، شافهم بقى كيشوف صافي، سولني بعض الاسئله، من بعد هو يقول لي اسمح لي ما غاديش نعطيك دفع مره اخرى. فسولته قلت لي زعما شنو السبب، قال لي غير دفع مره اخرى. صافي هادشي اللي كاين. الناس بزاف، انت ما تصوروش شحال الناس واقفين، العدد الناس اللي دفعوا هاد الصباح اللي دفعت انا تقريبا 600 حتى 700 ديال الناس، ومازال الناس كيجيو، ناس بزاف. سو هادشي علاش كيبقاو يسربيو، غير كيصيفطوا ما كيسولوش بزاف، ما كيعطيكش الوقت، ما صافي جاوبتي هي هذيك ما جاوبتيه صافي راه ما غاديش يسوق، ما كيسمعش كاع. انا اصلا كيسولني شي خطره شي اسئله ما كنسمعش كيقول، وانا كنهضر معاه هو كاع راه ما كيشوفش فيا، حيت كما قلت لكم فعندهم الناس بزاف كيخصهم غير يصيفطوا ويمشوا بحالهم. وايضا من العوامل اللي خلات الفيزا ديالي انها ترفض هي الحظ. انا صراحه ما كنتش محظوظ ذاك النهار، لان الاوفيسرز اللي كانوا بجنبه كانوا كيتعاملوا مزيان، وكنت كنتمنى انني نجي عند واحد من دوك الاوفيسرز، لان كنشوفهم كيعطيو فيزا دغيا وما كيشدوش الوقت بزاف. انا لسوء الحظ ديالي جيت عند هذا الاوفيسر بحال شد الوراق، شافني بقى كيسولني، وانا راه كانوا عندي الوثائق كلشي مقاد، تيكيت الرتور كان عندي الوثائق كامله، يعني كنت مدعم بالوثائق ديالي، اي حاجه كان غيطلبها ليا غادي نعطيها ليه، ما سولني حتى على شي وثيقه، بحال راه كيسولني كنجاوبو كنبغي نقول ليه راه عندي الوثائق، ما كيخلينيش انني نهضر، صافي كيبدل السؤال، لانني كنت غادي نمشي لتما باش نحضر واحد الكونفرنس ديال البيزنس، ما خلانيش نجاوب في خاطري، ما عطانيش الوقت الكافي باش انني نجاوب، دوز معايا تقريبا 30 دقيقه، الوقت كامل كيدوزو غير في الكتابه في الكمبيوتر، يعني ما كيعطينيش كاع الوقت، كيسولني كنبغي نجاوب كيسكتني وكيرجع يكتب عاوتاني وكيسول حاجه، يعني هو اللي يتحكم في الانترفيو بنسبه ديال 100%، عكس انني خصني انا اللي نتحكم في الانترفيو. هذا هو الخطا اللي درت انا، عطيته الفرصه انه يتحكم في الانترفيو، يعني بحال اللي حس انني ما واثقش في راسي، ما واثقش من داكشي اللي كنقول. سو هادو من الاسباب اللي خلات الفيزا ديالي ترفض. وايضا ما وجدتش مزيان، ما عطيتش راسي الوقت باش انني نوجد، لان في الصين باش تاخذ الموعد سهل بزاف، تقدر تعمر لابليكاسيون من بعدها بجوج سيمانات تاخذ الموعد ديالك، لهذا انا ما وجدت. وايضا حتى المعلومات اللي كتبتهم في ذاك لابليكاسيون ديال دي اس 160 بزاف د الحوايج ما بقيتش عاقل لهم، بزاف د الحوايج ما ركزتش فيهم، لان ذاك الفتره فاش كنت كنعمر ذاك لابليكيشن كنت في تايلاند، وما عطيتش وقت بزاف، ما ركزتش في داكشي اللي كندير، وبزاف د الحوايج نسيتهم. حاولت نختصر لكم في هذا الفيديو، لاني حاولت نديرو غير فلوغ صغير باش نوريكم الطريق، كنت كنتمنى انها تكون يعني الفيزا مقبوله، لكن الحمد لله ما تقبلتش الفيزا وترفضت. سو ماشي مشكل، غادي نعاود ان شاء الله مره اخرى، غادي نركز دابا على دول اخرين ان شاء الله ندفع لهم الفيزا، دول اللي الفيزا ديالهم ايضا قويه. سو ان شاء الله غادي نوجد الدوسي ديالي غادي ندفع لبعض الدول، وان شاء الله غادي نبارطاجي معكم
وغادي ندير فيديو اخر غادي نبارطاجي معكم باللي ديطاي المعلومات على الفيزا الامريكان، شنو الاخطاء اللي درت وشنو اللي ما خاصكمش ديروا وشنو اللي خاصكم ديروا. الحمد لله الخير فيما اختاره الله، وغادي ندفع المره الجايه. سو شكرا بزاف على مشاهده الفيديو، ما تنساوناش بلايك سبسكرايب، وشكرا للدعم ديالكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي.